انت باصص يا اللي انت باصص في رزق غيرك حاسب مالك انت ومال غيرك ده بكره تتحاسب ارضى بالي ربك عليك يرضى ده ربك عليك يرضى وابدا من النهارده لو كنت هتحاسب لا تقدر تعرس ايدي ولا حب لكل الناس ولا حتى صوتي وحسي بالمعنى والاحساس لا تقدر تعرس ايدي ولا حب لكل الناس ولا حتى صوتي وحسي بالمعنى والاحساس هقول لك بالوصول الرد على القبول هقول لك بالوصول الرد على القبول ومهما العمر يطول ده اتعرست بقول هقول لك بالوصول الرد على القبول هقول لك بالوصول الرد على القبول ومهما العمر يطول ده اتعرست ربك كاتبها وانت عمال تحسبها ربك اللي مرتبها راح وابعد يا ابن الناس ارزا ربك كاتبها وانت عمال تحسبها ربك اللي مرتبها راح وابعد يا ابن الناس ملك انت بس ومالي ليه جاي تبص في مالي ملك انت بس ومالي ليه جاي تبص في مالي اتمنى وقول خلي عندك احساس ملك انت بس ومالي ليه جاي تبص في مالي ملك انت بس ومالي ليه جاي تبص في مالي اتمنى وقول عبالي خلي عندك احساس لكن انت بتزيد اكتر لو حد فينا الاشطر ارجع لحب الناس لو هتقدر تتقدر لكن انت بتزيد اكتر لو حد فينا الاشطر يرجع لحب الناس